السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة بلانس فيرسس زومبيز. واليوم عنا شغلة صلنا فترة ما ساويناها، تفتيح باكات او تفجير باكات، ويمكن يكون فيها شيء جديد ما بعرف. هلا بقول لكم، بشرح لكم شو بيصير حسب الباكات اللي حتطلع معنا. اول باك عنا يا اليوم بتاخده لما يكون ليفلك بالانجينير وصل لليفل 4. تعالوا نشوف هذا الباك شو بيعطي. إذن أول شيء فيشل هير، يا سلام هيك منظره، هذا حلو. كمامة بسموها كمامة أو قناع تبع التنفس، ما هو بس هيك شكله غريب، معمول من الورق للتصفية على أساس. وآخر شيء رقصة خاصة بهذا، أو واحدة من الرقصات اللي خاصة بالإنجينير. تاني باك هو بتاخده لما تصير أول ستار ليفل 5. أول ستار ليفل 5 شيء حلو. إذا أول شيء طلع لنا منيح، طلع لنا ذا جروف، هي كمان رقصة خاصة. طلع لنا فلاج زومبي ضرب 3، هو انكومن يعني في اقوى منه بس جيد، ما بو شيء مقبول. طلع لنا اول كاركترستيك لهذا الشخصيه او لهي السكين اللي ما بنعرف عنها اي شيء. طبعا نحن عنا معي تقريبا، او وصلنا بهالسلسله لنص مليون مصاري، بس ما حنفتح بنص مليون طبعا، من مل كثير طويله، بس ما بعرف شو بدنا نساوي. يعني كنا نحن بالعاده نعمل مقبلات من هي اول شيء كم وحده، لانه اجانا فيها سوبر رير كذا مرة. إذا إجانا بيشوتر 5، براون كود زومبي 5، كون هوت 5، 3، آيس روم منيحة كتير، إجانا من 3، وآيس بيشوتر ضرب 5. هاي أول تخلاية، أول مقبلات. ثاني مقبل، أوه يمكن أول مرة أشوفها، ما أعرف البيشوتر. هاي الفاير بري، فاير بيشوتر، ما أعرف إذا بتطلع لنا بالعادة، بس هي ظريفة. فلاج زومبي، ماب بايرت رير، هذا القرصان اللي زومبي، القرصان اللي حامل خريطة، هذا بيمشي بالخريطة بتحميه أساس مثل درع. وتيم ريتراي، هي إذا فريقك فشل بنمط التختيم أو نمط قتل الوحوش بتكبسها بترجع بتعيد المحاولة. كمان جا بالي كمان لسه يطلع لي بس هيك شي سوبر رير. ليكو هي سوبر رير حلو. اذا سكيب تشالنج ستار، هي حلوه واحده بس، اذا في عندك تشالنج بتشيلها. هدول هي كتير حلوه اذا بتجيك منها كتير. وسيلف ريفايف بالجاردن اوبس كمان منيحه. فلاج زومبي، يعني اللي حامل علم واللي لابس بدله بنيه كامله هيك عادي. هدول ما كتير قوايا، انا اللي بحبه ما عم يطلع لي منه كتير. هلا بقول لكم عليه اذا طلع. وجوبشروم سوبر رير، هي زرعه كتير زرع جميله، 5 منها كمان شوي لسه نحلي. بيعملي بس يطلع لي زومبي، بس فرجيكم عليه ما عم يطلع لي. بتذكر هيك بيكون حامل بايده شيء. اذا هدول طلعوا لنا هلا كمان. يلا اخر وحده، اخر مقبلات ان شاء الله يطلع منه، يطلع يكفي. ما طلع. براون كود جاردن بي فيوم، هي رير، هي مثل هديك بس هديك سوبر رير، هديك اقوى شوي يمكن خضرة، بس هي بتلزق، هي تعمل تلزيق بتجمد الواحد. وهذا الرير هذا بيركض وبينفجر، ركض على القنبلة، انتحاري ظريف بس قوي، بيعمل دمج عالي، بيعمل كيلينج لحاله. يلا اخر اخر وحدة معلش بركي طلعت. هذا منيح البامبو اذا بدك تضرب من بعيد، لانه هذا كتير رينجو عالي. وهذا رشاش ظريف، هذا عادي جدا. وهذا طيب هلا بعد ما عملنا هي، هذا ما له داعي، سوبر دوبر باك ما كان قوي. هذا اللي دائما يطلع لنا فيه اشياء جميله، الكريزي باك. المشاهدين حبوا الكريزي باك اكثر شيء، ما بعرف ليش، يعني يمكن شكله حلو، يمكن لانه فعلا كنا محظوظين فيه. تعالوا نشوف الكريزي باك شو مخبي لنا اليوم. ايوه بلش الحماس يعلى. اذا اول شيء اجانا سكيب تشالنج ستار، تنتين حلوين. اجانا سكريدي شروم، ما بعرف اذا شايفها بحياتي هي ولا لا، شكلها غريب، نحيفه شوي بعرف شو تساوي. اجاني رسمه هون، اذا بتلاحظوا هي رسمه على ال على ال الزهره المتوحشه من فوق، بدي قارنها بالزهره الاصليه لاعرف الفرق تماما، لانه الفرق واضح جدا. هذا الرير، إضاءة للصبار، إذا الصبار صار في يحط له إيده مثل حبل إضاءة بيضوي يمكن، أو بتوقع بس حلو لايت رير. دارك فلاور سوبر رير، شو هي؟
اذا هاي سوبر رير، اتوقع هي مثل ميزة بتحطها يمكن ل زهرة اللي هي الزهرة دوار الشمس، واتوقع بتغير لها ميزاتها. واخر شيء لك هالزهرة احلاها بقيان لها بس قطعة بيفتح الكاركتر تبعها. اذا بنروح على كمان كريزي، لانه الكريزي ما بعرف محظوظين فيه احنا، يعني احسن باك بالنسبه لنا. بيكون تعال نشوف شو راح يطلع لنا بالكريزي اليوم. اول شيء طاقيه، هي مو باينه كلها بس اتوقع مو باينه، مو حاطين اياها، حاطين واحد على راسه مثل عمود، ليكو هذا العمود فوق مو باين شيء، بس اتوقع من الاسم انه هي مثل فوقك بيكون في عمود وبريد الكتروني، بريد عادي هذا اللي بيحطوا فيه ظروف وكذا، انه جنب البيت وهيك اشياء. تيمر تراي بي شوتر ايس كذا باناناز، ايوه هاي بصير بيطلع لها موز من رقبتها للزهره المتوحشه. وهي لأي كاركتر للشومبر، كمان للزهرة المتوحشة بتخلي معدتها تهضم أسرع. إذا هيك شغلة كثير منيحة، لأنه إذا بتهضم أسرع يعني بصير تاكل دغري، بتلحق تاكل شيء تاني، هي بقلب المعدة بصير في سنان يعني. حلوة الفكرة، كثير حلو الكارت، عجبتني هالكريزي باك والله. وكارت من هالسكين للعالم اللي شكله قوي جدا، كمان كريزي باك اجمل شيء لهلا الكريزي باك، بنصح والله فيه كتير. ايوه، اذا جاردن اوبس سيلف ريفايف فاير بي شوتر بيسبول جلاسز، بدل نظارة كرتين بيسبول حطهم على العين الاول ستار. هاي اول مرة طلعني منها بس شايفها عاملين لها صورة من احد اغلفة الحلقات. هاي بتضرب ملاكمة، نبتة زرعة بتحطها بتضرب بوكسات قوية جدا. تعال نشوف هاي شو، هاي للتوكسيك بي، هاي عنا اياها لحنا نبتة التوكسيك بي، عنا اياها اللي هي النبتة اللي بتضرب سموم وهيك اشياء. ريلود تايم، هاي بتصير الريلود تبعها اسرع، كثير منيح اجانا تطوير لها للسكين. وعنا كون او ايس كريم او بوزة، بتسمي اللي بدك اياه، بوري بوزة، قمع من البوزة إلى آخره. كاركتر ستيكر 2/5 للإنجينير. صار في عندي، ذكروا معي، صار في عنا التوكسيك والسانفلاور، في إلهم ميزات مهمة. كمان الكريزي باك، خلاص وصلت للي بدي اياه، وصلت للي بدي اياه. اذا هلا بشكل اوفيشال بشكل رسمي الحلقه حتكون تفجير باكات، وبنفس الوقت تجريب شو طلع لنا من تفجير الباكات، لانه شيء اكتمل اللي هو سكين وميزات. هلا حنشوفه مع بعض. اذا جانا هلا هالتطويرات، هي الايدين للنبته، اجانا الكون هيد هون، اجانا هي الفلاور ما بيهم، سكيب تشالنج اكسترا سبايك. اذا لا الصبار صار في عنا انه بنصير بنزيد عدد الشوك اللي بيضربه بشكل عام، بزيد عدد الطلق يعني الامو. كثير حلوة هاي، وايد فايد لك شكلها. ظريفة هالنضارة. وكاركتر جديد اللي هو هاد، اللي هو الباور فلاور، والله كاركتر قوي، شكله ما بعرف شو وضعه، زهرة القوة. بس اللي هلا بدنا نساويه، بدنا ننتهي من تفجير الباكات ونتحول فورا للحماس لنجرب الشغلات اللي طلعوا لنا بالباكات، مشان ما نعمل الحلقة لحالهم. بهالطريقة اللي بيحبوا تفجير الباكات بيكونوا استمتعوا انه فتحنا لهم كل هالباكات، واللي بيحبوا لا بنكون كمان امتعناهم شوي بفقرة سريعة. جاردن جريف يارد سيرج جيم، جولف كلاب، شوف شو وضعه. يلا، في عنا شو مرة تانية،
ال سويتش. في عنا أول شيء، هي أهم شيء، باور فلاور، كوستومايز، أبيرنس، وهي الجديدة عجبتني كثير، غريبة. اخليها الكتريك عشان تعطي الشكل. ability اللي هي الفلاور هنحط بدل الدارك فلاور، شوف شو وضعه. اوجو نعمل ميوت للكل، مباراة بأولها. حلو، اذا اول شيء الضرب هيك، الشحن هيك، ندافع عن هالقاعدة. وهلأ مع بعض هنجرب الرقم 3 اللي هي صارت جديدة. رقم 3 حطيتها بس ماتت فورا، اتوقع ماتت فورا. ما بتذكر طبعا انه هي ريسبونا، بتذكر انه الكاركتر تبعي هذا هو كاركتر مساعد، يعني ما بدنا كثير نقرب على الوش. بس ايم هي استروي، يلا يلا هي لهاد، وهي زهرة هون. حاول طوله، شكلي الهيلر الوحيد بالفريق. اي متت، شكلي الهيلر الوحيد بالفريق. نعم، هلا انا اذا بدي فيد الفريق فعلا لازم احط زهرة الهيل، لانه ما في غيري هيلر. بس بدنا نجرب هي الزهرة لنشوفها شوي. في واحد غيري، في واحد تاني غيري. حاول هيل ما بقدر. احتلوها اذا، مع انه دافعنا. موت موت مات. ما بده يموت، مش حاسر عليكم. تعال تعال بس، ما بيموت. قد ايه تعطوا؟ ده ماتت 14%. ايوه دمج كثير قليل، كثير قليل. يعني لازم الحل لقيته كله يكون كريتيكال. بس في شيء لسه ما جربنا اللي هو السحر رقم 2. بقى هلا بعد شوي بدنا ناخذ موقع، بده موقع انه بدك تثبت بالارض. اتوقع يمكن السحر رقم 2 هو اقوى شيء حيكون، شيء ما بعرف من وين حيجوا هن. بس شوف شو عم بيصير بالسماء. ايوه انا تهون موقع مني. هيك تعال نشوف. لا قرب قرب، مات هذا، مات كمان، قتلته. روح للبطارية تبعه اللي بتعمل هيل. في شي لسه؟ هونيك في ضرب جاي بس ما بقدر اشوفه. يسعف رفيقي. قوم قوم قوم. عمل ريفايف، انا متت. في يعمل لي ريفايف على فكره، الميت بيرمي سيف بس ما بتوقع. شفت الانجينير هذا شو شكله متوحش؟ شيء خيالي. ايوه نروح لهون اسرع اسرع. كل هتعمل له ريفايف. عم
له هي لهذا اللي هلا عاش. الهيل لهاد شكلنا عم ندافع لهلا عن ال وضع. تعال تعال فاهم. في واحد ورانا يا شباب، هذا نفسه اللي قتلني قبل شوي من لا مو نفسه، بيشبه لك. هاد محلى والله، في اشكال رهيبه صارت باللعبه. من هون طبعا احنا اليوم كنا محظوظين انه قدرنا يطلع لنا سكن، يعني ما بتزبط دائما، ما فينا نعتبره نمط، عشان هيك انا ما سميت النمط من بدايه الحلقه، لانه شغله كثير بدها حظ. كنت تفتح كل السكنات وما تلاقي شيء، مين عم يضربني هذا من فوق؟ تخبى بسرعة، أي أي أي. لو كان عندي زهرة مي هيل ما كنت متت، اللي هي رقم 2، لهلا ما استفدنا من ال رقم 3، لهلا ما استفدنا من الدارك فلاور. نشوف عن قريب شوي. من هون ما فينا نضرب صح؟ ما فينا، شكل هيك. هيك عملت اللي علي، سكوري بالنص تقريبا. اتوقع هني على وصول هلا بقى، هذا عم يظبط الامور. بتحكم بطيارة. طلع هي مات هاد. المشاهدين هن اللي قالوا لي انه اذا بتضرب هذا من على الرجلين بياكل دمج اكثر بالكومنتات، يعني هيك قالوا لي. اعطيك هيك اخذنا كيل حلوه. انا والهيلر عم نهيل بعض، حط نبتة متوحشة قتلته. طب لحق انقذها. مات مات، ولكن متت انا من قبل واحد تاني طبعا. لما مات ريسبون، لك المنظر هون. هذا مظبط اموره تمام، مظبط اموره تمام تمام. شكلنا عم ندافع كثير منيح فكرة. هون بدنا نفتح. ليك عم ترش، شايفينها؟ هذا اللي عم يحاول يقتلها. خلاص خلاص، واحد وراك، اثنين ورانا. شوف منظر الآلة اللي معه، حلو كثير. ان شاء الله تطلع لنا بيوم من الايام. سبون القاعدة اللي عاملها لنفسه هذا الصبار كان هون. في زهرة متوحشة نعمل لها هيل، وانا لا بدي اعمل هيل لهي. اسمع، حطيت الزهرة تبعي.
ستار عمل لي تشارج. ليكو ميت خالص، مستحيل يعني ينجو من هالقصة. بس قول ما حنموت لأنه احنا كتار هون. عمل له هيل لهاد. هاي الحرب. الزهرة المتوحشة الآلية، تعالنا يا هاي بالسلسلة كمان. رهيبة. ممتاز. اتوقع بس مثل ما قلت انا، خمسة اجوا على الساحة. خمسة احتلوها هاي. حرام 30 ثانية كنا وربحنا الجيم. والله الجيم صعب. لا 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 رجعنا صديناهم. يلا يلا انا حوصل. 23 ثانية بس. 29 قصدي. هي لرفيقي. قتلته. هي لهذا. هذا مات. عايش هاد بسرعة. ما عم بيقدروا يتخطونا. خلص الوقت. اوفر تايم. خلصة. ربحنا. يا سلام. ما بعرف يعني، انا اتوقع هي الزهرة ميزتها يمكن اكتر لو كنا حاطين النبتة هي المودي مو هجوم. ما بعرف رقم النبتة هي الزهرة اللي حطيناها، اخذنا منها 6600. سكورنا ما كان عالي بس سبورت لحنا بكل الاحوال. بس يعني ما بعرف، هي تجربة غريبة لهالشخصية. وين حاطين بس شو اسمه؟ ما عم نقدر بالعادة. أنا وقت لعبت بالزهرة إذا بتتذكروا قبل في الفرعونية بالسكين اللي فتحناها وكذا، القوة كانت إنه أنا عم يعني عم باخد سكور من خلال الهيل، والهيل أكتر شيء كان بينعطى وين؟ هي عن طريق السحر رقم واحد تبع الهيل، يا زهرة الهيل. هون أنا ما باخد سكور تبع زهرة الهيل، ما عم بقدر أحطها لأنه هي بتحطها بتعطي هيل للفريق، بتاخد فيها سكور فعلياً. وقت الفريق يتهيل وهيك أشياء كلها محسوبة يعني. مشان هيك ما قدرنا ناخد سكور كتير. هي بالنسبة للسكور. أما بالنسبة لطريقة اللعب، هذا الشيء اللي بيقولكم عليه أنتم يعني شو رأيكم؟ قولوا لنا قديش بتعطوها على 10 لهالزهرة. إذا هي السلسلة أو هي الطريقة من اللعب اللي هلا عملناها، عملت كويت جيم، هي ما لها طريقة فينا نعملها دائماً. يعني ما لها طريقة بإيدنا نخترعها. أنا مثل ما اخترعت بزماناتي إلا افتح والعب، الناس كتير بحبوها. إن شاء الله الحلقة القادمة تكون افتح والعب، الحلقة التالية. بس هذا النمط تبع تفجير باكات وإنك تلعب، هذا حنتركه لهيك إنه منفجر باكات. إذا بيوم من الأيام منفجر وطلع لنا سكين نلعب فيها. هاي هي الشغلة أو هي الميزة الجديدة بالسلسلة. إذا خلينا نسميها تفجير باكات النوع الجديد، أو تفجير باكات بالطريقة أو بطريقة الوان جي وان أو بطريقة جديدة يعني اللي بدكم اياها سموها. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهي النمط الجديد اللي اخترعناه بلعبه بلانز فيرسس زومبي اليوم. كنا نتمنى لو كان السكن اللي عنا اياه كان هجومي اكثر من دفاعي، لانه انا جاي على بالي اخذ كلات. بس ان شاء الله بالحلقه القادمه اذا كانت افتح ولعب طلع لنا سكن لحدا هجومي ناخذ كلات وننبسط. ما تنسوا تشتركوا بالقناه، تعملوا لايك مفضل، شير تلحقونا على روابط فيسبوك تويتر جوجل بلس انستغرام وتويتش تي في. كل ما زاد لايك مفضل وشير السلسلة وبتزيد حلقاتها بالقناة. كان معكم عمر أوان جيجين وان، ومع السلامة.